إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر، تلك هي المفاجأة واللي فجرها النهارده تحديدا ناقدنا وكاتبنا الرياضي اللامع أحمد درويش، هو أول واحد قال إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر. ازيك يا أبو حميد؟ أستاذ يوسف، وحشني. كل سنة وحضرتك طيب، وأنت وسنة بالصحة سعيدة والسلامة. عليك ورمضان كريم. وقبل أي تفاصيل خليني أقول لك إن أنا مستمتع جدا بمقدمة عم ممدوح، شفت؟ والنماذج الطيبة الحلوة دي فعلا تستحق يكون اه والله في مقدمة الصفوف. يستحق الاشاده. وبعدين انا وانت اصحاب، فما ينفعش تقول لي يا استاذ في اول الكلام ولا في اخره ولا في نصه عشان اقطع عليك الخط خالص. ابو حميد، كلمني على مفاجاه ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني. طيب، بلغة الصحافة اللي أنت بتحبها بقى نحكي تفاصيل وشوية كواليس. ايوه، بعد رحيل المغفور له أو المشكور أو أي حاجة كيروش، البطولة كيروش، عقد اتحاد الكورة جلسة يوم الأحد، اتفق إن بعد كيروش ما يمشي هنعمل اجتماع يوم الثلاث. يوم الثلاث ده اللي هو النهاردة هنختار فيه جنسية المدير الفني، جنسية المدير الفني منتخب مصر. لو مصري هنعلن التلات، لو اجنبي هناخد شويه وقت ونقول للناس احنا استقرينا على مدير فني اجنبي، بنفاضل ما بين عده سيره ذاتيه وهنقول لكم في التوقيت المناسب. طيب هنا يجي ده اول سؤال الاتفاق. اقطعك عليه بقى، يعني ايه جنسيه؟ يعني هو انا بقيم بالجنسيه ولا بقيم بالكفاءه والسي في؟ بص، ما انا بقى ايه اشرح لك القصه ماشيه ازاي. اه لو هو مصري، لو هم استقروا ان هو مصري، فكان الامر محصور من اتنين، فهيطلعوا يعلنوا في اليوم ده انه هيعملوا عمليه تصويت. لو اجنبي، في عده سيره ذاتيه في ايد محمد بركات وحازم امام، هيتم تكليفهم ان هم يصفوهم ويجوا يقولوا المجلس معانا مين، بس هيطلعوا يقولوا للناس يا اعلام يا جماهير احنا استقرينا النهارده التلات ان المدير فني اجنبي. ماشي، اما في حاله المصري فهيتم الاعلان في يوم التلات. اوكي تمام؟ ماشي. كل المؤشرات كانت ماشيه في سكه مين يا صديقي؟ كل المؤشرات كانت ماشيه في ان يكون المدير الفني الجديد هو مدير فني اجنبي. وتم منح صلاحيات كبيره للثنائي حازم امام ومحمد بركات ان هم يشتغلوا في الملف ده بقوه. ايه اللي حصل النهارده على ارض الواقع بقى؟ ايه حصل عمليه تصويت. حصل عمليه تصويت. تصويت. فكان التسع اعضاء او مجلس إدارة اتحاد الكرة تكون من 9، التصويت 7 لصالح المدير الفني المصري و2 لأجنبي. الاثنين الأجنبي مين؟ محمد بركات وحازم إمام. اوكي، اعترض بشدة يا أستاذ يوسف أو يا صديقي العزيز على تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر. كان يرغب بركات وحازم إمام في أن يكون المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مدير فني أجنبي يعمل على مشروع صاحب اسم ويستطيع أن يضيف للكرة المصرية. يعني لكن هل أقدر هنا الأجنبية، أفهم هنا أنه بركات وحازم كانوا معترضين من حيث المبدأ مش من حيث الاسم، يعني مش على اسم إيهاب، على فكرة إحنا عايزين أجنبي؟ يعني تقدر تقول كده. وكمان هم كانوا شايفين إن الكرة المصرية في التوقيت ده الأصلح ليها مدير فني أجنبي، وإن الأسماء الموجودة في الكرة المصرية حاليا محدش فيهم يقدر يشيل مسؤولية منتخب مصر. ده كانت وجهة نظر الثنائي حازم إمام بركات ومحمد وحازم. بركات. لما ماشي، بدأ الاجتماع وحصلت عملية التصويت، الاثنين سجلوا اعتراضهم الرسمي من خلال محضر مجلس إدارة إن هم مش موافقين على الاختيار ده، لكن طالما الأغلبية شايفة كده فالقرار بيعتمد. لكن ده تسجيل أو توثيق للتاريخ، عشان بعد كده لما يحصل حاجة هيطلع يقول لك أنا اعترضت بصورة رسمية من خلال محضر مجلس إدارة وأصبح إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر. دي مش مفاجأة عشان طيب أبقى واضح معاك. كده، دي مش المفاجأة. ما المفاجأة إيه؟ دي مش مفاجأة. لا، مش بالنسبة لي مش مفاجأة. ليه بالنسبة لي مش مفاجأة؟ ليه؟ لأن أنا شخصيا عارف من 48 ساعة إن لو في مدير فني مصري فرقم واحد هيكون إيهاب جلال، رقم اثنين كان ينافسه من بعيد علي ماهر وليس حسام حسن نهائيا. يعني عشان بس نبقى صحيح الصوره، الناس اللي عايزه تعرف معلومه صح، حسام حسن لم يكن من ضمن المرشحين لتولي قياده المنتخب. في رايك كان ليه؟ ايهاب جلال وبفارق كبير جدا شوف، جدا ايهاب جلال كان مرشح قبل كيروش،
انا فاكر كنا بنتكلم انا وانت سوا، وكان ايهاب جلال واحد من المرشحين قبل ما يتم الاستقرار على انه يجي مدير، ان كيراش يجي مدير فني. السؤال بقى، ليه استبعد اسم حسام حسن في رايك؟ ليه؟ لازم اجابه ارجوك، شغلتي. طيب حسام حسن يحظى بظهير شعبي والناس نفسها طبعا فرصه، لكن طبيعه شخصيه التوام حسام وابراهيم لم تتلاقى مع شخصيه الناس اللي ماسكه اتحاد الكره في السنين الاخيره، عشان ابقى واضحين. ماشي، حسام وابراهيم عندهم من الغيره والحماس، ومش عايز نقول الدكتاتوريه في الراي، ولكن لا يقبل بالتدخل النهائي في سير عملهم. وعندهم بعض الصفات مش عند الناس اللي ماسكه اتحاد الكره، لا ده ولا السابق، عشان ابقى واضح معاك. فمن الصعب أن يتولى حسام إبراهيم الأمور في التوقيت الحالي. أوكي. حسام إبراهيم أسماء كبيرة، قدمت الكرة المصرية حاجات كثيرة وعظيمة جدا. الناس بتطالب إنه إحنا عايزين ناس يتمتعوا بشخصية، يتمتعوا بروح، يتمتعوا بغيرة، لكن هذه المواصفات مع القيادة الحالية في اتحاد الكرة أو القيادة الحالية كانت ماسكة السابقة في اتحاد الكرة، طبيعة الشخصية ما كانتش تتوافق قوي يا أستاذ يوسف، وبالتالي حسام إبراهيم دايما مطروحين على المستوى الشعبي والجماهيري، لكن على مستوى المكتب والغرف المغلقه حسام ابراهيم خارج دائره الترشيحات، عشان ابقى واضحين مع الناس. ماشي. ايهاب جلال مدير فني يتمتع بهدوء الشخصيه، يتمتع باسم كويس، يعني انا اسف يعني في اللفظ، هم يعني بيصفوه باسوأ الوحشين. يعني 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 البعض بيصفوه باسوأ او افضل، خلينا نقول ايه؟ افضل حلول ممكنة على ارض الواقع، افضل الخيارات المتاحه، افضل الخيارات المتاحه. لكن هل هذا هو حل مسكن ام حل مشروع لمده 4 سنين؟ خصوصا كمان ان في تصريح النهارده الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره، له مني كل الاحترام والتقدير، قال ان عقده سنه. سنه ده عن استاذ يوسف من 1/5 لحد 1/5 اللي جاي. هل تعلم ان كاس الامم الافريقيه المقبله في شهر 6؟ هتبقى كارثه لو عقده سنه. يعني معنى كده ان مدير فني منتخب مصر عقده هينتهي قبل كاس الامم الافريقيه بشهر. الطبيعي ان انت لو بتعمل حاجه يا بتعملها صح يا ما بتعملهاش. احنا محتاجين مدير فني. المفروض يا استاذ يوسف احنا مش حقق تجاوب، يعني ايه؟ حضرتك عندك كاس امم افريقيه في شهر 6 سنه 23، وعندك كاس امم افريقيه في شهر 6 سنه 25، وكاس عالم في 2026. يعني المدير الفني اللي جاي لابد ان يشتغل في 4 سنوات مقبله 2 كاس امم وكاس عالم. كمان حظك كويس، حضرتك كاس العالم اللي جاي انت في 9 منتخبات من القاره الافريقيه هيصعدوا، تبقى كارثه لو منتخب مصر مش فيهم. وبالتالي انت محتاج مدرب يشتغل. هل تعلم مثلا يا استاذ يوسف ان المانيا خلال 115 سنه تولى تدريب منتخب المانيا 11 مدير فني؟ في 115 سنه؟ نعم؟ في 115 سنه؟ حدش مدير فني. ايه ده؟ يعني استقرار يعني ما بعده استقرار. لا التجربه، شوف مثلا يعني لو تبص على التجربه الفرنسيه، يعني فرنسا نظمت كاس الامم الاوروبيه على ارضها وخسرت النهائي، ورغم كده جددت الثقه في جديد شام وكسبوا كاس عالم والامور بتمشي. طيب هنا يبقى في عندي سؤال بقى، انت عايز مشروع. الناقد احمد درويش لو هو له رأي في هذا الموضوع داخل الاتحاد، يرجح كفة بركات وحازم ولا يرجح كفة السبعة الأعضاء الآخرين؟ بالطبع حازم وبركات كرامات كبيرة وأراء فنية. السؤال بقى، أصحاب رأي سديد. هل كمان احنا محتاجين مدير فني أجنبي كان يشتغل على مشروع؟ طب هل بركات وحازم كان في ذهنهم أو أفصحوا عن أسماء محددة؟ أنا ما أعلم يا أستاذ يوسف إن مثلا كان في مدير فني ماسك كوت ديفوار عنده 43 سنة، مدرب كويس جدا اسمه باتريس بوميل، ده لسه كان ماسك كوت ديفوار وكان مساعد لهيرفي رينارد المدرب الفني الفرنسي الشهير والتلمذ على إيد مانويل جوزيه، وسعره كويس وخبير بالكرة الأفريقية، لأنه اشتغل مثلا في كوت ديفوار واشتغل في المغرب، كان مدير فني لمنتخب المغرب تحت 23 سنة، فده من ضمن الأسماء المرشحة. وكان في ذهن كابتن حازم امام، يعني ده حد كويس جدا مثلا من ضمن الاسماء. احنا كنا محتاجين حد بالطريقه دي. طيب يعني هل نجيب حد 70 سنه كيروش ولا نجيب حد احنا مضطرين له؟
فبالتالي في رأيك كنت أتمنى في رأيك ترجيح الاسم الأجنبي ترجيح الأسماء المصرية ده كان من باب الـ ترشيد الإنفاق لو صح التعبير ولا إنه كان فيه اعتبارات تانية؟ دقي وقت دي الوقت الخوف من المغامرة الخوف من المغامرة ودقي وقت وامتصاص الغضب الشعبي بسبب خروج من كأس العالم وكمان البحث عن مدير فني ما عندوش خلفية أهلي وزمالك عشان ما نزعلش حد وبالتالي أبقى كسبان الجميع. اديك معلومه ما حدش اتكلم فيها في مصر ممكن انت تكون اول واحد اتكلم فيها في مصر دي اقول دايما مدربين المنتخبات من النادي الاهلي او الزمالك المنتخبات هل تعلم يا استاذ يوسف ان مدير الفني لمنتخب 2003 هو الكابتن محمود جابر والد عمر جابر من النادي الاسماعيلي وهل تعلم ان مدير فني لمنتخب 2006 هو الكابتن محمد وهبه من النادي الاسماعيلي وهل تعلم ان مدير الفني الاول لمنتخب مصر والكابتن إيهاب جلال من النادي الإسماعيلي ودي سابقة لم تحدث في تاريخ الكرة المصرية الثلاث منتخبات الحاليين في الكرة المصرية الأول والشباب والناشئين من أبناء النادي الإسماعيلي يعني دي ما حصلتش في التاريخ قبل كده وبالتالي لسه منتخب الأولمبي طبعا لم يشكل حتى الآن لكن هم أخطروا أصبحنا في أمر واقع يا أستاذ يوسف أحمد درويش أو يوسف حسين لا يملك التغيير دلوقتي نملك الدعم والمساندة والدعاء بالتوفيق كلنا خلف إيهاب جلال نتمنى أن نكون من أصحاب الرأي الخاطئ وأن تنجح التجربة وأن يثبت إيهاب جلال أنه جدير بالمنصب إيهاب جلال مدرب كبير وكان هيمسك المنتخب قبل عصام البدري وكان هيمسك المنتخب قبل كيروش على مستوى الإنسان شخص محترم وبيشتغل كويس وبيذاكر كويس لا نملك إلا أن احنا نقعد كلنا في ظهره لأن هو مش ظهره هو منتخب بلدنا طبعا 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 مفيش خلاف انا بشكرك جدا 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 يا احمد كل الشكر ليك وتاني بنشكر الناقد والكاتب الرياضي اللامع احمد درويش دي قصه اختيار ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني المصري